أستاذ مصطفى النعيمي، أنتقل إليك. بالنسبة لنظام الأسد، ما هي ردوده غير أو ما هي الردود المتوقعة له غير التنديد إذا ما دخلت تركيا بعملية عسكرية أخرى؟ ربما قد يقدم على بعض، يعني تسيير بعض القوات التي تتبع له، سواء كان من خلال الفرقة 17 أو من بعض الفرق المتواجدة في محيط مدينة منبج على وجه التحديد، أو المناطق التي يوجد فيها تماس مع القوات التركية، ويتم من خلال الاشتباك مع القوات التركية أو يعني القواعد العسكرية المتواجدة في هذه المناطق، ومن ثم يكون هنالك الردود. لكن عمليا على الأرض، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مناطق عمليات أخرى قد أقدم عليها الدخول عليها الجيش التركي، كان هنالك محاولات ورفع للأعلام وإظهار أن المنطقة يقوم بقيادتها النظام السوري. لكن عملياتيا أيضا على الأرض كان هنالك غرف عمليات مشتركة لتلك القوات، وتم استهدافها من قبل سلاح الجو التركي، وتم تنفيذ يعني انتهاء من تلك المهام، ومن ثم تم الوصول إلى تحقيق تلك الغايات ومسك المنطقة جغرافيا، منطقة العمليات التي تم تأمينها مؤخرا. لذلك أعتقد أن النظام السوري سيحاول عمليا على الأرض من خلال دج الكثير من مقاتليه، وأيضا استبدال الكثير من الأعلام التي ترفعها بعض الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات العاملة على الجغرافيا السورية المتواجدة في محيط مدينة منبج. وسبق قبل قرابة شهر هناك استهدفت غرفة عمليات كانت بقوات إيرانية وقوات النظام السوري، وأعلن عن مقتل الكثير من القادة ومن الضباط السوريين. كذلك أيضا هناك أعلن على الطرف الآخر مقتل قياديين أيضا في الجانب الإيراني. بمعنى آخر أن النظام السوري سيستخدم في هذه المسألة، لكن عمليا لا أعتقد أن بمقدوره تعطيل تلك العملية العسكرية في حال التوافق عليها، سواء كان من خلال الإعداد الداخلي من خلال الحكومة التركية، أو حتى الإعداد العسكري من خلال القوات المتواجدة في هذه المناطق، أو القوات التي المراد إدخالها من أجل تنفيذ تلك العملية. وهذا ما ألمح عليه الرئيس التركي من خلال حديثه أو من خلال التصريحات الرسمية، بأنه ربما قد يكون هنالك عملية عسكرية برية. أستاذ مصطفى، البرية على أهبة الاستعداد من أجل تنفيذ أي عملية عسكرية قد يقوم أو عندما يحين الوقت.